رغم انه اول ما جو اليوم يعني لا قدروا انه هذه حلقه ختام ولا قدروا ان انا زعلان ولا اي شيء وجايين يسووا مشاكل. ايش في يا اميره؟ ايش في ترى؟ المشكله انكم يعني صحبات ودائما مع بعض وفي كليبات. لا هذا ستيكتي بس الى ما قبل ادخل من هالباب. بس ما دخلت خلاص ما انتصر. وبعدين انت يا اميره يعني على اخر حلقه ايوه تخرب العشره اللي بيننا، العيش والملح اللي عشناها شهر ما ادري شهر. انا اتمنى انه انت تخلي العشره على جنب ولا تخرب الكوادر. كل شويه خاشه كذا خاشه كذا خاشه كذا. خربت كاميراتنا. دقيقه الحين يعني انت متفق علي ولا شلون؟ ماني متفق انا. ايش اللي خليني اتفق عليك؟ حلقه ختاميه. انا زعلان اليوم من... انا زعلان انه احنا بنختم. لا جايبين يعني واحده زيي. بعدين انت 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 اللي جايه انت ودينا ولابسين طقم واحد ونفس الطوق. انتوا اللي متفقين عليه يعني بالله عليك ما اتفقت علي؟ نفس الطقم ونفس الطوق حتى الشعر نفس الشيء ومنزلين كذا خصل من قدام وقال لك انه متفاجئين ويو يعني اني واليوم جايه. خف علينا خف علينا. وقال لك بتسكتيني بالحلا. الله يعطيك العافيه جبتي لي حلا شكرا. وبيض الله وجهك. ماني عارف يعني اكمل ده ولا. وبيض الله وجهك وتسلم يدك وان شاء الله انه حلا لذيذ انا متاكد يعني. لكن نرجع لسالفتنا ومشكلتنا. تضحك علي قال لك جايه وتقولي لي مدري ايش انتم في النهايه مطقمين. جاوبي سالته ليش؟ انا مو جاي مطقمه لكن جايبين يعني. وش هذا؟ كيف ما انت جاي يا جماعه الخير طلعوه من الاثنين مع بعض. كيف ما انتم جايين مطق ها؟ اي بس يعني لا هل انا في مشكله في عيني؟ هي تبغى تطلع مشكله عشان شكلها خايفه مني. ايوه انا اخر وحده اخاف منها دينا. قولي لي انه انت خايفه من دينا. لا هذه انا اخاف يعني ما اخاف من اي احد انا بس. طب سمعيني يلا سمعيني دائما انت ما انت خايفه من احد. قولي لدينا انت كم حركه كم حلقه شاركتي وكم حلقه فزتي وكم حلقه خسرتي؟ يمكن 8 او 7 يمكن فزت فيها 5 3 يمكن بس اللي خسرت فيها. ما شاء الله تبارك الله. اي هذا من اي مصدر جبت هذه الاجابات؟ مني بس. مني ما تعادلتي ابدا؟ الا طب كيف فزتي 5 مرات وتعادلتي وانهزمتي 3 مرات لا في مره تعادلت صح. يعني قلت الهزيمه. إيه؟ يعني قلت قصدي الفوز. لا الهزيمه. اليوم انت 8 حلقه لك. كيف صرتي 5 و3؟ خمسة وثلاثة وواحدة تعادل. هذه كم يا دينا؟ 9 لا يعني اليوم 10. انت داومتي في البرنامج هذا اكثر مني مثلا. فوزك انا جايه حلقه واحده في الموسم اللي قبل وفزت فيها وان شاء الله هذا بعد الحلقه الثانيه وفزت فيها. حبيبتي انا افوز فزت 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 جاء على وقتك ان شاء الله بيكون ختامها مسك. لكن ختامها مسك انت خليتي فيها ختام يا اميره. انا زعلان انا زعلان قلبي من جوا زعلان انه انا بختم وانت جايه تسوي لي مشاكل. حتى انا بعدين ايش الحل هذا؟ انا بختم الحلقه هذه بختم البرنامج ايوه بخساره اميره اساسا. الله هذا الكلام هذا الكلام اللي يجمد عليها الشارب. هذه التحديات الصح. قولي لي هذا وش؟ هاي كوكيز. مين سواه؟ انا. متاكده؟ ايه. اشتريتين من فين؟ انا شايف قبل شيء في ستيكر هنا حق السعر. لا لا بس انا شفته عشان ما احرجك. شايف السكر؟ لا. طيب هذا لي يعني؟ شكرا يعطيك العافيه وبيض الله وجهك. سلمت قهوه وقهوه ما شاء الله. ها عشان يا جماعه الخير تشوفوا القهوه. هذه قهوه. بس شوفي انت تعتقدي انه بهذه الحركات. لا 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 شفتوه انا ادري وش في باله. بيقول انت جايبه هذه الاشياء عشان تغريني عشان أيوة. تفوزين يعني انت خايفه. انتم مش فكره هذا الخوف شيلوها. انا جاي اليوم بتكون ختامها مسك سواء بالفوز او الخساره. اليوم انا جايه انبسط والصراحة أنا جدا جدا سعيدة. نعم دينا لكن احنا بنختلف شوي. في ايش؟ هنا أنا ما في صديقات. أي داري إنه ما في صديقات ايش دعوة؟ نقطة آخر السطر. ما في أي صديقات. وخلونا دقيقة خلي هذه تداوم. هذه ما داومت. معناته إنه ايش؟ نبدأ